أهلا وسهلا بكم إلى موجز لأهم وآخر الأنباء. لقيت الطفلة ميس العامرية البالغة من العمر عاما وتسعة أشهر مصرعها جراء تعرضها للدهس من قبل حافلة روضة أطفال في بلدة كوبر غرب مدينة رام الله. وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها الأحد أن الطفلة وصلت إلى المستشفى متوفاة جراء تعرضها لإصابة بالغة في الرأس نتيجة حادث دهس من قبل حافلة روضة. وأضاف البيان أن الشرطة فتحت تحقيقا بالحادث من قبل خبراء المرور وتم توقيف السائق لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. وتحضيرا للتظاهر ضد مخطط برافر يشهد النقب منذ صباح الأحد إضرابا عاما شمل كافة مرافق الحياة بما فيها المؤسسات العامة والمؤسسات التعليمية احتجاجا على مخطط برافر الاقتراعي الذي يهدد أراضي ووجود عرب النقب وضد زيارة وفد من لجنة الداخلية البرلمانية إلى النقب يوم الأحد والتمهيد ليوم الغضب في 30 من الشهر الجاري. ودعت الحركة الطلابية في جامعة حيفا لمظاهرة طلابية اليوم تصديا لمخطط برافر الاقتراعي وتحضيرا واستعدادا ليوم الغضب في نهاية هذا الشهر في كل من حيفا والنقب ومدينة رام الله. شهدت مؤسسة ياسر عرفات من مقرها في القاهرة أول أمس إطلاق الحملة الدولية لنقل ملف اغتيال الرئيس الشهيد ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة والمحافل الدولية. وتهدف الحملة إلى ملاحقة إسرائيل في المحاكم الدولية بعد ثبوت اغتيال عرفات بالمادة السمية بولونيوم 210 وفق ما أفادت التقارير السويسرية والروسية به. وفي خبر آخر كشف وزير النقل والمواصلات نبيل الطميدي عن تجميد التعامل مع 15 شركة تعمل في استيراد المركبات من الخارج. وتوقع الطميدي ارتفاع العدد إلى 18 شركة في حين أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة تسلم الهيئة ملفات مرتبطة بشركات استيراد المركبات من الخارج وهي قيد التحقيق والمتابعة. وقال النتشة إن الهيئة تسلمت هذه الملفات وهي تحقق فيها الآن. وفي خبر أخير من إيران وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني أعلن وزير خارجية الاحتلال أفيغدور ليبرمان في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي يعني أننا الآن نعيش واقعا جديدا يلزم إسرائيل إعادة تقييم التطورات الجديدة وفحص كافة الخيارات اللازمة لوقف المشروع الذري الإيراني. واعتبر ليبرمان أن الاتفاق هو نصر دبلوماسي لإيران بكل معنى الكلمة رافضا اتهام الولايات المتحدة بأنها خانت إسرائيل. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، ولمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.watan.tv. إلى اللقاء.